شهد جسر الملك فهد خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك حركة عبور نشطة ومكثفة هي الأعلى منذ افتتاحه عام 1986 حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين ما ينوف عن 358 ألف مسافر خلال أيام العيد الأربعاء. باقة من التحسينات في البنية التحتية وعدد من مشاريع التوسعة انعكست إيجابا لتؤتي ثمارها على طبيعة ومرونة الحركة ومقدار حجم التعامل السلس في كيفية تسريع إجراءات عبور المركبات القادمة إلى البحرين والخارجة منها عبر منفذ جسر الملك فهد طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك. نشكر جميع الأجهزة العاملة في جسر الملك فهد على التعاون الملموس واللي صراحة يعني أتت ثمارة في الإنتاجية العالية التي تكللت يعني 117 ألف كأعلى إنتاجية منذ تأسيس جسر الملك فهد. ما هي الدلائل جازها حسن الصنائع لتأتي بموفور النتائج الإيجابية التي جلبت من خلال جدية التطبيق وتنفيذ ما أعد من خطط أحسن المعنيون ترجمتها حرفيا ليسجل جسر الملك فهد على معدل عبور يوميا منذ افتتاحه عام 1986 في أيام العيد الأربعاء؟ معدل الحركة لم يتجاوز ربع ساعة للمسافر الواحد منذ الرسوم حتى دخوله لمملكة البحرين، وهذا تزامن مع أعلى إحصائية. فنشكر جميع الأجهزة العاملة من مؤسسة ومن مركز معلومات ومن جمارك سعودية وبحرينية وجوازات بحرينية. جسر الملك فهد لقى خلال الفترة الحالية إقبال كثيف من قبل المسافرين بين الجانبين، تكلل بالنجاح وترتب عليه سلاسل في العبور، حيث عملت المؤسسة العامة بتوجيهات سعادة المدير العام المهندس فهد الداود على توفير كافة الدعم اللوجستي والبنية التحتية للجانبين. وقامت المؤسسة بفتح جميع مسارات البوابات الرسوم بالتشغيل القصوى اللي هو في حدود 6 مسارات بالكامل. حقيقة جوازات جسر الملك فهد تسعى لخدمة المسافرين على مدار الساعة وبالأخص في الإجازات في كلا الأقسام، في قسم الخروج، قسم المغادرة، وأيضا في قسم القدوم، وأيضا في صالة الباصات، وجميع الأقسام في جوازات الملك فهد على مدار الساعة وذللت جهودها كلها لخدمة المسافرين نحمد الله. استطلاع لآراء أورد لسانها القبول والثناء معرجة نحو أوجه المقارنة في نوعية الإجراءات التي كانت وبين صورة الواقع الذي أصبح جسر الملك فهد قائما عليه. الإجراءات حاليا في الجسر النظام الجديد كلش ممتاز، يعني توقف هني في عند الجيت بنشوف تولع الإشارة خضراء تروح لها على طول، يعني ما تتصطف الكيو نفس قبل، يعني الأمور كلها سريعة. وصراحة من أول نجلس بالساعات، والله الحين 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى نص ساعة بالكثير وأنت في دولتك الثانية البحرين. ممتاز الحمد لله وسلسة وطيب، ممتاز الحمد لله. صح والله إجراءات كويسة والله، يعني الدخول من ناحية الدخول والخروج ما شاء الله تبارك الله ترتيب وشغل أوكي يعني في جسر الملك فهد. عديد الخدمات التي يوفرها الجسر ليضعها بين يدي العابرين من خلاله كالخدمات التقنية على وجه الخصوص والتي توضح للمسافر أولا بأول الحالة القائمة للجسر، ناهيك عن تحديث نظام بوابات الرسوم واستخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المختلفة. إجراءات ناجعة تكفلت بانسيابية وسلاسة الحركة النشطة ذهابا وإيابا التي عاشها وما زال يعيشها جسر الملك فهد طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك وحتى اللحظة من قبل زوار البحرين الذين أرادوا قضاء أمتع اللحظات في ربوع الشقيقة الصغرى. لتلفزيون البحرين محمد رشادات.